واحد بيقول ما الفرق بين الروح القدس والضمير؟ الروح القدس هو روح الله، والضمير حاجة بشرية جوه الانسان لهدايته للخير والشر. فالضمير حاجة بشرية والروح القدس روح الله، لكن ممكن ان الضمير يستنير بالروح القدس ويبقى الضمير زي ما هو برضه حاجة بشرية. كذلك الضمير ممكن ان يخطئ، اذا لم يكن ضميرا صالحا ممكن انه يخطئ، زي مثلا لو واحد ابوه اتقتل ويجي هو ضميره يقول له لازم ينتقم لابوه ويقتل القاتل، ضميره بيقول له كده، لكن ضمير غلطان